ملف الاتصالات الحوثية يثير قلق المجتمعين في الرياض ومساع لإنهاء ازدواجية القرار الأمني. تسليم واستلام وملء فراغ، موسكو والحرس الثوري يتبادلان الأدوار في شرق حمص ومصير مستودعات مهين قامت. الغنوشي يواصل نهج تحدي السلطة، جلسة افتراضية جديدة قريبا للبرلمان واختبار جديد لقيس سعيد. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج التاسعة عشرة، تمتد على مدى ساعتين نناقش فيها أهم أحداث اليوم والبداية من الشأن اليمني. المحور الأمني يسيطر على مشاورات الرياض واليمنيون يفتحون ملف الاتصالات على الرغم من تنوع محاور أجندة يوم المناقشات والحلول، كما تمت تسميته بين السياسي والاقتصادي والتنموي والإغاثي الإنساني والاجتماعي والإعلامي بحضور عدد من الوزراء ذوي الاختصاص في الملفات المذكورة. فإن المحور الأمني سيطر على كثير من مخرجات اليوم، إذ قدم أعضاء المحور الأمني ومكافحة الإرهاب رؤيتهم لمعالجة الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة. أتى أغلبها على لسان عبد الكريم ثعيل وكيل أمانة صنعاء، الذي أشار إلى عدة محاور رئيسية من ضمنها ضرورة دمج التكوينات العسكرية التي تقاتل الحوثي في جسم عسكري واحد. وأشار ثعيل أيضا إلى ملف الاتصالات واستفادة الحوثي من موقع شركة الاتصالات وبنيتها الأساسية في صنعاء لأجل اختراق هواتف مناوئيهم، مشيرا إلى تقرير لجنة الخبراء الخاصة باليمن والتابعة لمجلس الأمن في هذا الشأن. الاختراقات الأمنية للعدو تم تقييمها، سواء كانت اختراقات أمنية وميدانية، ممارسة اغتيالات، وجود خلايا في مناطق الشرعية وفي المناطق المحررة، أو استغلاله للاتصالات التي لا زالت في صنعاء، وهذه أكبر ضربة تتلقاها الشرعية وقيادتها العسكرية. وربما أغلب الاغتيالات التي حدثت كانت عبر سيطرة الحوثي على الداتا والسيرفرات الموجودة والرقم الدولي الذي يتحدث عنه وزير الاتصالات أنه من الصعوبة نقله إلى عدن. ووضعنا عدة حلول، منها إنشاء شركات اتصالات جديدة، منها مخاطبة الجهات الدولية القائمة على منظومة الطيران بنقل الرقم الاتصالات برقم الرقم الوطني إلى مناطق الشرعية والمحافظة عدن العاصمة المؤقتة أو أي منطقة تحددها قيادة الشرعية والجهات والوزارات المختصة، لأن منظومة الاتصالات تعتبر من أكبر الأسلحة ومن أكبر مصادر التمويل للحوثيين. عدن أو مأرب أو شبوة أو الحديدة أو في الساحل أو كافة ومختلف المحافظات، حضرموت، المهرة، سقطرة. من ضمن التحديات التي واجهتنا أو التي تم رصدها هي تعدد وازدواجية القرار الأمني. كما تعلمون أن هناك انقسام أو في جبهة الشرعية أو القوى المناهضة للشرعية، سواء كان الشرعية أو الإخوة في الانتقالي وهم جزء من الشرعية، الإخوة في الساحل وهم جزء من الدفة الوطنية التي تواجه ميليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية. ضعف التنسيق الأمني داخلي وخارجي فيما يتعلق بالاتفاقات الأمنية وتبادل المعلومات والخبرات، وفيما يخص بالذات مكافحة الإرهاب. النقطة الرابعة وهي ضعف الموارد البشرية والمالية والفنية التي أصبحت مع الحرب أكثر معاناة. المؤسسات تحتاج إلى دمج، تحتاج إلى والتشكيلات العسكرية تحتاج إلى دمج، تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى إمكانيات فنية، تحتاج إلى رواتب، إلى ميزانية تشغيلية. هذه كلها تم مناقشتها وسوف ترفع توصيات معالجتها. إذن في اليمن تخوض ميليشيات الحوثي حربها ضد المدنيين بكل الوسائل مستعينة بمؤسسات حكومية
يفترض أنها وجدت لخدمة اليمنيين قبل أن تحولها الميليشيا إلى وسيلة للقتل والملاحقة والتجسس. وعند الأخيرة تحديداً وقف تحقيق أجرته إنديبندنت عربية كشف بالوثائق استغلال الحوثي لشبكة الاتصالات المحلية لاستهداف قادة بارزين في الحكومة الشرعية. التحقيق أوضح أن الميليشيات وبمساعدة خبراء أجانب حولوا قطاع الاتصالات الذي يخضع لسيطرتهم ومكانه صنعاء إلى مركز استخدامات متعدد ولكن لأغراض غير الاتصالات. فالميليشيا حولت شركات الاتصالات إلى بنك معلومات في إطار الحرب مع الجيش الوطني وتمكنت من تتبع بعض تحركات القيادات والقوات العسكرية عبر مراقبة أرقام الهواتف لأشخاص مقربين أو على ارتباط بالقادة العسكريين. فشل الحوثيين على أرض المعركة دفعهم لمراقبة ورصد أرقام القادة العسكريين، حيث قال التحقيق إن الميليشيات استماتت للسيطرة على محافظة مأرب النفطية ولجأت إلى أسلوب التجسس بعد إدراكها أن طريقها نحو مأرب مسدود. الأمر تكرر أيضا في معركة شرق العاصمة صنعاء التي تقدمت فيها القوات الشرعية نحو مركز الحوثيين، ما دفع الميليشيا للجوء إلى مراقبة أرقام زعماء القبائل وفق تقرير إنديبندنت عربية دائما. التحقيق كشف أيضا أن وزارة الدفاع اليمنية اتخذت عدة إجراءات للحد من عمليات التجسس الحوثية، كان من ضمنها قرار وجهته للقادة العسكريين ونص على منع إدخال الهواتف المحمولة إلى جبهات القتال. من الرياض ينضم إلينا عبد اللطيف الفجير وكيل وزارة الإدارة المحلية اليمنية. أهلا بك سيد عبد اللطيف إلى 19. ما الذي تقرر اليوم في الرياض من أجل حل هذا الملف؟ يعني نعلم بأنه مركز شركات الاتصالات يستفيد منها الحوثيون بحكم يعني قربها وموقعها الجغرافي في صنعاء، وأيضا يستخدمون هذه الشركة لأغراض سياسية وعسكرية. كيف ستتم مواجهة ذلك من قبل الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وللإخوة المشاهدين. طبعا ملف الاتصالات هو ملف صراحة مؤرق جدا، وكثيرا ما تناولنا هذا الملف سواء في الحكومة أو الناشطين أو الإعلاميين أو الإخوة حاليا في المشاورات، لأن ملف الاتصالات أعتقد أنه من أهم الملفات، وخصوصا أن الميليشيا الحوثية استخدمته للتجسس على قيادة الشرعية في الجبهة، صار ضحية هذا الملف كثير من القادة العسكريين، تجسست عليهم الميليشيات وتم قصفهم بالطيران المسير والصواريخ، حتى أن الاتصالات أصبحت تمثل خطرا لا يقل أهمية أو لا يقل خطورة كالصواريخ التي تطلقها على المناطق. المتحاورون أو المتشاورون اليوم وضعوا النقاط على الحروف وخرجوا بحلول، وأعتقد أن هنالك إجماع على أن نقل الاتصالات إلى مناطق الشرعية، خصوصا أن هنالك مناطق مستقرة كحضرموت كمارب كسيئون كعدن، لا بأس أن يكون هنالك نقل الاتصالات. وأعتقد أن بعض الشركات الاتصالات كانت قد بدأت بنقل أجهزتها ونقل مقراتها إلى العاصمة عدن، ولا بد أن يتوفر أو لا بد أن الحكومة عليها أن توفر الجوانب أو البيئة الآمنة لهذه الشركات من أجل أن تبدأ ممارسة أنشطتها من المناطق المحررة، لأن الحوثيون كثيرا ما تمادوا في هذا الملف، وهو ملف خطير جدا وقد يؤدي بانحدار المعركة. دعيني أضرب لك مثل، عندما تقوم الميليشيات الانقلابية بقطع الاتصالات عن القادة العسكريين وعن من في الجبهات، كيف يتواصلون؟ نعتقد أن هذا الملف وصل إلى نوع من طيب هذا الملف أيضا أستاذ عبد اللطيف، يعني حتى بأنه صدر عن لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن، لماذا تأخرت معالجة هذا الملف الحساس إلى هذه الدرجة؟ أنا أعتقد أن المسؤول
في الأول والأخير عن هذا الملف هو وزير الاتصالات اليمني، كونه المعني عن هذه الوزارة، ولا بد أن يوجه هذا السؤال لوزير الاتصالات، الذي كنا قد سمعنا أن وزير الاتصالات بدأ بخطة عمل لنقل الاتصالات من مناطق الحوثيون إلى مناطق الشرعية، وكان هذا سواء الوزير السابق أو الوزير اللاحق، لكن في الأخير وللأسف نسمع قعقعة ولا نرى طحينة. فنحن ومن خلالكم اليوم ندعو الإخوة في وزارة الاتصالات إلى التحرك العاجل، وندعو الأخ دولة رئيس الوزراء إلى الضغط على وزارة الاتصالات والتوجيه السريع في هذا الملف بسرعة نقل الاتصالات من مناطق الحوثيون وبداية مباشرة عملها من مناطق الشرعية. وأنا أعتقد أن هذا ليس بصعوبة. هل يمكن نقل يعني مقرات شركات الاتصالات من مناطق الحوثيين إلى مناطق الشرعية؟ أنا أعتقد، وخلال ما سمعنا من خبراء الاتصالات وخلال ما سمعنا من قيادة في وزارة الاتصالات، أن هذا من الممكن، وقد بدأوا في خطة عمل النقل، ولكن لا نعلم ما هو الشيء الذي أخر ذلك، رغم أن هنالك اهتمام من قبل الرئاسة ومن قبل رئاسة الوزراء في ذلك الملف، وكان هنالك توجه لدى الحكومة بالتعجيل في هذا الملف، وكان هنالك مطالبات من السلطة المحلية ومن قادة الجيش ومن القادة العسكريون الموجودون في الميدان، وناقشوا أكثر مع قادتهم أكثر من مرة، وكان هنالك توجيه من الحكومة في ذلك، وسرعة نقل هذا سرعة نقل الاتصالات إلى مناطق الشرعية. ولكن نحن اليوم من خلالكم نشد على أيدي وزير الاتصالات وطاقم الوزارة بسرعة التحرك في هذا الملف ونقل الاتصالات سريعا، أو يتحملوا مسؤولية ما يحدث للرجال في الجبهات وغير ذلك. طيب، موضوع آخر لا يقل أهمية سيد عبد اللطيف تمت مناقشته اليوم في الرياض، ألا وهو دمج كل المكونات العسكرية في جسم واحد ضد الحوثيين. هذا الموضوع يعني لطالما طرح ولطالما شددت مختلف الأطراف على ضرورة معالجته والقيام به. هل تعتقد بأن المشاورات اليوم قدمت أي جديد في هذا الشأن؟ الكل متحمس لهذا الشأن، وهذه بالنسبة للمتشاورون هي نقطة تحدي. أنا أعتقد أن أكثر ما يقوي الميليشيات الحوثية حاليا هو تفرق القادة العسكريين وتشتت الجوانب العسكرية والأمنية، وكل له قائد. فيما وأنا تكلمت البارح أو قبل البارح بأن فيما إذا اجتمعت كل هذه المكونات واجتمعت كل المجاميع العسكرية وتوحد الجيش وكان الكل الجيش والأمن تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، فإن هذا سيمثل نقطة انطلاقة قوة لتحرير اليمن، وسيمثل انهزاما بالنسبة للحوثيون، لأنهم يستمدوا قوتهم من اختلاف وتفرق مكونات الشرعية، وفيما إذا اتفقت مكونات الشرعية وتوحدت قيادتها وانطلقت كلها لمواجهة هذه الميليشيات، فإنه سيتم الحد من هذا المشروع الإيراني الخبيث الذي عاث في الأرض فسادا، وسيتم تحجيمه، وستنطلق القوات كلها لتحرير العاصمة. طب هل وضعت آلية عمل واضحة من أجل تحقيق ذلك سيد عبد اللطيف، وبالتالي التعويل على أن مقاربة اليوم هي مختلفة عن كل المقاربات السابقة التي لم تنجح حتى الآن فعلا في ضم كل القوات العسكرية في صف واحد أو في هيكلية واحدة؟ بالنسبة للآلية هي موجودة منذ اتفاق الرياض، ومنذ كان الجميع موجودون في اتفاق الرياض السابق، وكان هنالك آلية وهي آلية تنفيذ اتفاق الرياض. الآلية موجودة، وإذا صدقت النوايا وإذا قدم المتشاورون مصلحة الوطن على المشروع المصلحة الشخصية، فأنا أعتقد أن هذا من أسهل الملفات، لا يحتاج إلى آليات، وإنما يحتاج إلى دمج ما كان من جيش يدمج تحت وزارة الدفاع قيادة وزارة الدفاع، وما كان من أمن وغير ذلك يدرج تحت وزارة الداخلية، ويتلقوا توجيهاتهم من وزيرية الدفاع والداخلية، ولا بأس أن يدمج كثير من المكونات تحت إطار الجيش. الجيش ليس خاصا بحزب أو جماعة أو طائفة، وإنما الجيش هو جيش يمني، والمجاميع هي مجاميع يمنية فقط. الذي نحتاج أن تكون هذه المجاميع تحت قيادة وزارة الدفاع والداخلية بإشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية. شكرا جزيلا لك عبد اللطيف الفجير، وكيل وزارة الإدارة المحلية اليمنية، كنت معنا مباشرة من الرياض. شكرا لك.
تناول وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك دور الدبلوماسية في مساعي السلام خلال المشاورات اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، وأشار الوزير اليمني إلى تحديث الاستراتيجيات والسياسات المرتبطة بالعمل الدبلوماسي بما يتواءم مع المتغيرات والتحديات الجديدة التي تواجه اليمن. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا: ما الذي يجري في مستودع مهين قرب حمص؟ اليوم يتكرر المشهد منذ أكثر من عام، وميليشيا الحوثي تحاصر مدينة مأرب. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 42 استهدافا لميليشيات الحوثي وألياتها في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة. يعني هل هناك سلسلة جديدة من الاغتيالات بشكل مختلف الآن؟ كم قائد تابع لميليشيا حزب الله اللبنانية موجود الآن في اليمن؟ تتصاعد الأصوات في واشنطن المطالبة بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. هل علمت طبيعة هذه العقوبات؟ ما الذي أوصل اليمن إلى هذه الحالة؟ دور الأممي هو دور يعني محل تساؤل، أين هم مما يحدث عندما يأتي الشتاء؟ ستكون الأمور صعبة للغاية. يعني لمن نزوح ما عاد شيء لنا الطاقة، تبهدلنا كثير. نهزمنا من القصف ونهزمنا من الطيران والحجينة هين. سألوا كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى. فزع على الأرض، رعب من السماء، طفولة يسرقها الجوع، أمل قتلته زخات رصاص، نساء ورجال، عجائز وأطفال فارون من الجحيم، باحثون عن المجهول. أحييكم من جديد. ملء فراغ أو تسلم واستلام، هذا ما يبدو أنه يجري الآن في مناطق حمص بين روسيا والحرس الثوري الإيراني، إذ أفادت مصادر سورية معارضة للشرق الأوسط بوصول تعزيزات عسكرية تابعة للنظام والميليشيات التابعة له إلى مستودعات مهين العسكرية شرق حمص. ووفقا للمصادر، فإن التعزيزات ضمت عناصر من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني، إضافة لعدد من العربات المصفحة والآليات العسكرية التابعة للفرقة الرابعة في قوات النظام. كما شملت التعزيزات نحو 40 آلية عسكرية وأكثر من 17 سيارة وشاحنة بيك أب مزودة برشاشات متوسطة، كما وصل أكثر من 23 آلية عسكرية وعدد من السيارات المحملة بالذخائر والمواد اللوجستية وأجهزة اتصالات. تأتي هذه التحركات عقب عملية انسحاب القوات الروسية بشكل كامل، بما في ذلك عناصر من مجموعات فاغنر ونحو 200 عنصر من الفيلق الخامس الموالي لروسيا من مستودعات مهين. وأوضحت المصادر أن القوات المنسحبة توجهت باتجاه مطار تدمر العسكري شرق حمص برفقة 5 طائرات مروحية راقبت عملية الانسحاب، وبذلك تصبح مستودعات مهين الاستراتيجية خاضعة بشكل كامل للميليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة وفق ما أشارت إليه المصادر. من موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف، كما ينضم إلينا من واشنطن بسام بربندي الدبلوماسي السوري السابق. أهلا بكما إلى التاسعة عشرة. أبدأ معك سيد سيدروف، لماذا قررت القوات الروسية الانسحاب من هذه المواقع في مهين شرق حمص؟ تحياتي لك ولسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. بما أنه ليس هناك من تعليقات من المصادر العسكرية الروسية
على مثل هذا التطور، فربما لا يسعنا إلا أن نبني بعض الفرضيات المتعلقة بذلك، وأغلبها الآن بين التعليقات كما نرى أن روسيا يعني قامت بهذه الخطوة نظرا لانشغالها بالأزمة الأوكرانية والتركيز عليها أولا وقبل أي شيء آخر. ولكن أنا أعتقد بأن يعني مثل هذا التفسير ليس بكامل، وإنما هناك ربما ما هو أوسع من ذلك، وهو ربما جزء من الصفقة التي يجري الإعداد لها بين موسكو وطهران، وهي يعني أوسع حتى. طيب أنتقل إلى سيد بسام ريثما يجهز الاتصال مجددا مع سيد سيدروف. سيد بسام، هل فعلا هذا الانسحاب يأتي ضمن صفقة بين الجانب الروسي والإيراني، أم أن روسيا مضطرة على الانسحاب وإعادة موضوعها بشكل عام في سوريا بسبب الأزمة الأوكرانية؟ شكرا للاستضافة. أعتقد أنهم الخيارين الذي تفضلت بهم، هناك حاجة روسية إلى الانسحاب، هناك صفقة مع أو توافق مع إيران على ملء الفراغ، والأهم من ذلك بأن يجب أن لا ننسى بأن روسيا في سوريا لديها قوات جوية أكثر من لديها قوات برية. قوات برية هي ميليشيات مهين، مستودع مهين هو أكبر مستودع للجيش السوري في كل سوريا، هو مستودع استراتيجي لسوريا، في كل مخازن الأسلحة، مساحات ضخمة، مناطق صخرية كبيرة محمية. تواجد الإيراني فيه يعني أنه غنيمة كبيرة لإيران، حيث تستطيع أن تضع فيها كل أنواع الأسلحة، الصواريخ إلى آخره والدرونز، في مناطق صعب أي طيران أن يقصفها. هذه غنيمة كبيرة لإيران إذا ما أخذت كل مستودعات مهين. هل هي صفقة مع روسيا؟ الروس مرة أخرى ليس لديهم قوات كثيرة على الأرض كعساكر، لديهم سوريين، لديهم ميليشيات، لديهم أشخاص يتبعون لهم، ولكن كقوات عسكرية روسيا هي مركزة أكثر في حميم، هي في حميميم قوات الطيران العسكرية الأكثر. هل هناك صفقة بين روسيا وإيران؟ يعني صعب اليوم الجزم بوجود صفقة، ولكن الأكيد بأن التشاور الإيراني الروسي التركي حول سوريا لم ينقطع، فبالتالي لا أعتقد بأنه هناك خلاف قدر ما أن هناك توافق بمن يملأ الفراغ. والأمريكان بهذه الصورة هم لا يمانعون إذا ما الإيراني ملأ الفراغ عن الروسي وكان الروسي. سأعود معك سيد بسام إلى الموقف الأمريكي من هذه التطورات. سيد يفجيني، كنت تتحدث عن صفقة روسية إيرانية، لو تطلعنا أكثر على تفاصيلها. تفاصيل هذه الصفقة أو يجري الإعداد، ربما يمكن يعني روسيا مع إيران أن تكون هناك كلام كما جاء عند كثير، ولكن هناك أوسع من إعادة موضع هذه. طيب سيد يفجيني، صوتك يتقطع من جديد، يعني ربما نعود إليك فيما بعد. أيضا أعود إلى سيد بسام بربندي الذي يحدثنا من واشنطن. أستاذ بسام، كنت تتحدث عن عدم ممانعة الولايات المتحدة بحال وجود صفقة بين الجانب الروسي وإيران والإيراني، لماذا؟ يعني اليوم الأمريكي يرى الدنيا فقط من عين أوكرانيا للأسف، ولا يرى كل المنطقة وما يجري فيها في المنطقة الشرق الأوسط يراها من عين إيران، يعني هذه ما يرى فيه. فهو أي انسحاب أو ضعف أو مؤشرات ضعف روسي في سوريا، في ليبيا، في أي منطقة من الشرق الأوسط سيعتبرها الأمريكي بأنه نصر كبير له، أو أنه سيساعده في معركته ضد روس في أوكرانيا. بنفس الوقت هو يرى بأن إيران هي التي هي العامل اللاعب الاستقرار الجديد في الشرق الأوسط، فبالتالي أي تمدد إيراني في سوريا سيكون على الأقل لن يكون هناك امتعاض أمريكي منه، سيكون هناك سكوت أمريكي من هذا الأمر. ترتيبا لمرحلة، هنا نتحدث فعلا عن الصفقة الأمريكية الإيرانية المستقبلية بعد اتفاق النووي. ما يجري في سوريا اليوم أو ما تقوم به روسيا اليوم هي محاولة إظهار أنها ما زالت تمسك الأرض في سوريا، ما زالت قوية في سوريا، ما زالت لاعب حقيقي في سوريا. الأمريكي يحاول العمل على أن روسيا ضعيفة في سوريا،
ولكن تركيزه الحقيقي هو أكثر على ما يجري في أوكرانيا. يعني هم يراقبون مثلا كم طلعة جوية روسية حدثت في سوريا منذ بدء الحرب الأوكرانية. عمليا هو لم يحدث أي طيران روسي في سوريا إلا أمس عندما قصفوا وقتلوا أربع أطفال أو استشهد أربع أطفال في قصف روسي. ولكن خلال الشهر الماضي القوات الروسية كانت في شكل ما معبأة أن لا تستخدم قواتها أو الذخيرة أو الخزانات الوقود التي لديها في أي عملية عسكرية في سوريا، وكأن هناك تأهب في أوكرانيا. فقط أمس كان هناك الحادث الإرهابي الذي قاموا به الروس بقتل أربع أطفال أو بقصف مناطق مدنية. يعني هذه المؤشرات التي يحاول الأمريكي أن يلتقطها في ما يجري في سوريا. إذا كان هذا الحديث صحيح في موضوع مهين أن القوات الروسية قد انسحبت وبغض النظر أي قوة أخرى ملأت هذا الفراغ، هم بالنسبة لهم يعيدون أن هذه مرة أخرى مؤشرات جديدة على الضعف الروسي العام وليس فقط في سوريا. يعني هل هم ممكن استفادوا منه في سوريا مثلا؟ الأمر حتى الآن غير واضح. كما هو معروف سيوجد هناك قرار لمجلس الأمن بتمديد المساعدات بشهر 6 عبر الحدود التركية. الجميع يتوقع بأن الروسي سيقطع هذا القرار، سيمنع تمريره، وجميع ينظر هل روسيا من هنا هذا الوقت هل ستكون قوية، هل ستكون متماسكة، هل ستهزم، هل ستضعف. إحدى المؤشرات مرة أخرى هي ما يجري طريقة تعاطي الروسي مع السوريين أو مع الأزمة السورية. طيب لماذا برأيكم يعني قررت روسيا أن تسلم هذه المواقع للميليشيا حزب الله وللميليشيات الإيرانية وليس للنظام نفسه؟ مرة أخرى يعني في الوحدة بسوريا يوجد لديك توافق الأستانة اللي هو الروسي التركي الإيراني. لا يوجد النظام فيه، لا يوجد فيه المعارضة. ما يجري في سوريا هو فعلا تقسيم أدوار بين ثلاثة دول رئيسية. الولايات المتحدة لديها جزء في شمال في منطقة الجزيرة في سوريا، وإسرائيل لديها جنوب، وبقية المناطق السورية هي مقسمة فعليا كنفوذ سياسي واقتصادي وعسكري بين هذه الدول الثلاثة. تركيا لديها أدلب والشمال السوري، يبقى لديك الوسط السوري الذي هو تحت سيطرة النظام. فبالتالي أي حركة سياسية أو عسكرية أو حتى اقتصادية ما بين روسيا أو النظام أو إيران والنظام يتم التنسيق بين روسيا وبين إيران في ذلك. يعني السوريون بهذه المعادلة هم ليسوا لاعبين أو هم غير موجودين حتى على الطاولة. فبالتالي معسكرات مهين إذا ما تم استلامها من قبل الإيراني، بتصوري الإيراني سيكون دفع ثمن كبير للروسي مقابل هذه المنطقة. هي منطقة يعني نتكلم بعشرين كيلو بأربعين كيلو، منطقة ضخمة جدا فيها تضاريس صعبة جدا. كل مخازن الجيش السوري تاريخيا كانت موجودة بها. اللي قدمها الروس لإيران. طب سأعود معك إلى الثمن الذي ممكن بصير. يكون دفعه الإيراني في هذا الصدد. أعود. هي ليست عملية انسحاب تكتيكي بسيط. إلى سيد يفغيني سيدروف، كنت تتحدث عن تفاصيل وملامح هذه الصفقة الإيرانية الروسية، ولكن الصوت كان دائما يتقطع ولم يعني نعرف حقيقة ما هي التفاصيل. لو تعيد لنا الفكرة لو سمحت. أتمنى أن الاتصال الآن جيد. بالنسبة لهذه الفكرة، هذا مجرد تصوري لما يحدث هناك. وبالفعل أنا أشاطر زميلي كونه تحدث عن تقسيم مناطق النفوذ. بالفعل هذا الأمر موجود نظرا لانشغال روسيا بالأزمة الأوكرانية. روسيا ربما تسلم لإيران بعض حرية في التصرف في هذه المنطقة، طبعا بعلم منها وبناء على الاتفاق والتنسيق فيما بينها وبين النظام، على أن تحل إيران أو ميليشياته محل الوحدات الروسية التي كانت موجودة هناك. طبعا روسيا ربما تدرك أن هذا بمثابة تنازل أمام إيران، ولكن هذا الأمر أعود فأقول أنه تم تنسيقه بين روسيا من جهة والنظام السوري من جهة أخرى. بالمقابل روسيا ربما حصلت من إيران تأكيدات بشأن ملف آخر هو بعيد نسبيا عما يحدث في سوريا ويتعلق بالمفاوضات في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني. روسيا كانت لديها مخاوف بأنه في حالة
إحياء هذه الاتفاقية أو الاتفاق، فإن إيران ربما سوف توجه أنظارها إلى الدول الغربية. روسيا تريد أن تحصل من إيران على ضمانات بأنها سوف تستمر في التواصل مع موسكو، والاتصالات سوف تظل قائمة فيما بينهما، كما أن التعاون الثنائي أيضا لن يتأثر بمثل هذه التطورات كلها. وبالتالي لا أقول أنها صفقة، وإنما يعني الاتفاق الذي تم الإعداد له منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. سيد بسام، كنت تتحدث عن ثمن يمكن أن الروس قبضوه جراء هذا الانسحاب وتسليم هذه المواقع المهمة استراتيجيا لهذه الدرجة إلى الإيرانيين، ماذا يمكن أن يكون هذا الثمن؟ يعني جزء كما تفضل فيه الضيف من موسكو أنه له علاقة بالتوافق الإيراني النووي، ولكن هذا كانت المشكلة الروسية ليست مع إيران، كانت المشكلة مع الدول الغربية، و يعني اعتقد انه تم حله. اذا ما تم هناك صفقه، اذا ما تم هناك تفاهم روسي ايراني، فهو على سوريا. لا اعتقد انه سيكون موضوع اكبر من سوريا او ابعد من سوريا بموضوع المخازن والاسلحه. يعني هذا ليس موضوع استراتيجي كبير، هو موضوع تكتيكي ضخم جدا، ولكن ليس ثمنه كبير مقارنه بالقضايا المطروحه. فبالتالي اذا كان هناك توافق فهو توافق روسي إيراني على بعض القضايا قد تكون اقتصادية في سوريا. المنطقة التي يوجد فيها المخازن هي قريبة من أبار نفط، قريبة من أبار غاز، فيها فوسفات، فيها كثير من الاستثمارات الروسية في تلك المنطقة. إذا ما كان هناك صفقة ما أتخيلها، فممكن أن هذه المخازن الطبيعية أو المناجم الطبيعية للثروات السورية قد تكون أصبحت أيضا في الإيراني، في المصلحة الإيرانية. يعني الروس قد يكون تنازل عن حماية هذه المنطقة بالإضافة إلى المناجم الموجودة فيها. موضوع آخر هو موضوع محاربة داعش في البادية السورية. كان الروس يستخدمون هذه المواقع كنقطة ارتكاز لمحاربة الدواعش. يبدو إذا ما تم ترك هذه القضية كلها للإيرانيين، سيكون هناك تحول نوعا ما في حجم الوجود الإيراني في تلك المنطقة. الروسي يستخدم فقط الطيران، ليس لديه وجود عسكري على الأرض، الإيراني وجود على الأرض. في حال انسحاب الروسي الجوي من المنطقة أو تخفيفه، هذا يعني عبء أكبر على القوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية، أو أخطر، قد يكون تدخل طيران إيراني أكثر، لأن النظام ليس لديه طيران يماشي الحاجة التي يجري فيها. فنحن يعني مرة أخرى، هذا موضوع سوري لا أعتقد له علاقة كثيرا بما خارج سوريا، قد يكون نتيجة حرب أوكرانيا، ولكن ديناميكيات تبعيته متعلقة بما يجري في داخل سوريا. تسليم مهين إلى الإيراني هي موضوع كبير، ليس موضوع سهل بالنسبة للجغرافيا السورية. المخازن الأبار أو أبار النفط والغاز والفوسفات المحيطة بتلك المنطقة كبيرة غنية، كانت روسيا تسيطر على جزء منها، ويوجد هناك دواعش كثير في تلك المنطقة. كانت الإيران والروس يتنافسون من يريد أخذ هذه الأراضي من الدواعش. إذا هذه الصفقة بأن إيران كل البادية لك، هذا والإيراني لا يستطيع القيام بهذا بدون قوى جوية روسية. يعني لذلك أعتقد من الصعب تصور وجود إيراني محدود بهذه المنطقة. أتوقع إذا كان الخبر كله صحيح بهذا التصور بهذا السياق، سيكون هناك تواجد، سيضاعف عدد الإيرانيين الموجودين في سوريا. شكرا جزيلا لك بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق، كنت معنا من واشنطن. كما أشكر أيضا المحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف، كان معنا من موسكو. شكرا جزيلا لكما. شكرا. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا قيس سعيد أمام تحد جديد من النهضة، هل سيدفع إلى قرارات أكبر؟ يبدو
أن التصعيد أخذ بالاتساع. حيث نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة. هل هناك معلومات عن قتلى بين المتظاهرين؟ من يمتلك هذه التقنية ومحاولة الانقلاب هذه ممن؟ فقد تعرض منزلي إلى عدوان الجبان. السلاح المنفلت هو الخطر الرئيسي الذي يهدد انتشار أمني كثيف. هل يعني هذا أن الكاظمي دخل الآن في مرحلة الصدام مع التابعين لإيران؟ هذا يدلل على أن لا تسليم سلمي للسلطة في العراق. هو لديه مشكلة واحدة فقط، أن هذا الرجل أوقف المشروع الإيراني في العراق. هل تملك هذه الميليشيات هذا القدر من القوة والسلطة؟ من المستفيد من إزاحة رئيس الحكومة عن المشهد القادم في العراق؟ في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً. أحييكم من جديد. نتابع من تونس. فالقبضة ما زالت مستنيرة بين الغنوشي وزعيم النهضة رئيس البرلمان التونسي الإخواني راشد الغنوشي. واليوم أعلن رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب المنحل في تونس الغنوشي أن الجلسات الافتراضية للبرلمان ستستمر. وقال الغنوشي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريبا لبرمجة جلسة افتراضية جديدة. كما اعتبر زعيم النهضة أن الدستور لا يمنح الرئيس سلطة حل البرلمان إلا في حالات معينة عندما يعجز مجلس النواب عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه بحسب قوله. وأضاف الغنوشي أن حركة النهضة والنواب يرفضون قرار التجميد وحل البرلمان وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات على حد قوله. من تونس ينضم إلينا وليد العباسي القيادي في التيار الشعبي التونسي. أهلا بك أستاذ وليد إلى 19. بداية، كيف تقرؤون إصرار الغنوشي على متابعة جلسات البرلمان الافتراضية؟ نعتقد أن راشد الغنوشي ومن معه حركة النهضة وحلفائها ما زالوا يريدون الاستمرار يعني في صراعهم مع الدولة التونسية وصراعهم مع الشعب التونسي. وأعتقد أن توصيف صراع بين قيس سعيد وراشد الغنوشي هو توصيف غير موضوعي وغير سليم، بل الصراع بين منظومة الإخوان المسلمين وبين الشعب التونسي، بين منظومة الإخوان المسلمين وبين الدولة التونسية، بين مشروع تخريبي وبين مشروع وطني، مشروع تحرري يريد أن يكون له مكان في تونس. نعتقد أنها خطوة أخرى. الرجل وجماعته يخافون ويهابون المحاسبة، لأنه القضايا المتعلقة بهذه الجماعة هي ليست فقط محاولة الانقلاب. كيف يخشون المحاسبة يعني وهو توجه إلى المحاكمة الأسبوع الماضي؟ نعم، يخشون المحاسبة ويخشون فتح الملفات الكبرى وليست ملفات الانقلاب أو ربما ملفات مجلس النواب. هناك ملفات كبرى تتعلق بهذه الجماعة، ملف التسفير، تسفير إلى بؤرة التوتر. ونحن نذكر أن في العشر سنوات الماضية وفي بدايات في 2011-2012 وحتى 2013 أن هذه الجماعة كان لها يد في إرسال شباب تونسي لما يسمى بالجهاد في سوريا، وكانوا جزءا من تخريب الدولة الوطنية في سوريا. كذلك حركة النهضة
كانت جزءا أو كانت المسؤولة السياسي، ونحن نعتقد في التيار الشعبي وفي كل القوى الوطنية والتقدمية أن حركة النهضة لها يد في الاغتيالات السياسية، اغتيال شكري بالعيد ومحمد إبراهيمي، حركة النهضة لها يد في تدمير الاقتصاد الوطني، حركة النهضة لها يد في التهريب، وحركة النهضة لها يد في 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 تنامي الإرهاب في تونس. نعتقد أن هذه الملفات الكبرى هي التي ترعب راشد الغنوشي، لذلك هو اليوم يحاول بكل جهده أن تبقى هذه الحصانة ويبقى مجلس النواب كوكر يحميه هو وجماعته. وقد اطلعنا يعني اليوم حتى يعني انتقلنا في تونس من مرحلة من الوسيط إلى الوكيل، كانت حركة النهضة هي لتعبر عن قلقها وتعبر عن المواقف وتحاول أن تتصارع مع الدولة التونسية ومع قيس سعيد. اليوم انتقلنا إلى مرحلة الأصيل، مرحلة أردوغان، ورأينا اليوم البيان التركي. كيف يمكن للرئيس قيس سعيد اليوم أن يتعاطى مع هذا الإصرار من قبل راشد الغنوشي على الاستمرار بجلسات البرلمان الافتراضية؟ أولا نعتقد أن على رئيس الجمهورية أن يتحمل مسؤوليته السياسية والقانونية والأخلاقية بأن يتصدى لهذا التدخل الخارجي الكبير، وخاصة من الدولة التركية، وخاصة بعد هذا البيان الأخير. يعني الدولة التركية تحاول وأردوغان يحاول أن ينصر جماعته وينصر مرتزقته في تونس، ويعني يتحدث عن ديمقراطية في تونس وكأنه لا وجود لأمناء عامين، ولنا صلاح الدين ديمرتاش الأمين العام لحزب الشعوب الديمقراطي التركي وهو سجين سياسي في السجون التركية، لنا نواب من حزب الشعوب وأحزاب أخرى هم سجناء في سجن في معتقلات أردوغان، واليوم يتحدث ويسمح لنفسه أن يعطي دروسا للتونسيين. لابد من التصدي لهذا، لابد من استدعاء السفير التركي والتنبيه بكل جدية أن هذا تدخل مرفوض. كذلك يجب تفعيل القانون ضد هذه الجماعة. أعتقد أن اليوم مسار المحاسبة يجب أن يذهب إلى آخره، وأن هذه الجماعة هي حزب غير عادي، هذه الجماعة هي حزب خطير على الدولة، ويجب أن يتم محاسبتهم بالقانون وبالقضاء. طب ماذا يعني ما الذي يمكن أن يفعله الرئيس قيس سعيد أكثر من الضغط الشعبي، أكثر من الذي يفعله أصلا؟ يعني حتى أنه متهم من قبل هؤلاء بأنه لا يصدر قرارات دستورية، يعني وقال الغنوشي بأنه لا يمكنه حل البرلمان إلا في حالة استثنائية واحدة، عندما يعجز الأخير عن تسكية حكومة يحل نفسه بنفسه. نعتقد أن الاستمرار في مسار إعادة الشرعية لإعادة الأمانة لأصحابها، إعادة الأمانة للشعب التونسي عبر الإعداد الجيد للاستفتاء الشعبي والإعداد الجيد لانتخابات 17 ديسمبر من هذه السنة، سيكون هو الصفعة القوية على وجه هذه الجماعة التي لا تخجل من 10 سنوات من التخريب. كذلك التسريع بمحاسبة هذه الجماعة، لأنه في كشف حقيقة هذا الحزب وهذه الجماعة وكل هذه المنظومة أعتقد أن مسارهم سيفشل. كذلك من المهم جدا أن يسير قيس سعيد في حوار شعبي حقيقي، حوار أفقي بين فئات المجتمع ومكوناته، كي يظهر أو تظهر هذه الجماعة بوجهها الحقيقي، وجهها اللا ديمقراطي، وجهها الضعيف شعبيا والضعيف حتى خارجيا. يجب أن تفوت الفرصة على هذه الجماعة، ونعتقد أن اليوم المعركة هي معركة وطن، حتى القوى التقدمية والقوى الوطنية التي قد يكون لها موقف مغاير من مسار 25 جويلية عليها اليوم أن تقف صفا واحدا ضد هذه الجماعة، لأن المعركة اليوم هي تهدد الدولة، يحاولون بناء شرعيات جديدة، يحاولون الاستقواء بالأجنبي. طب بظل هذه المعطيات الجديدة والاستقواء بالأتراك، هل سيتمكن الرئيس قيس سعيد من استكمال خارطة الطريق التي أعلن عن تنفيذها ابتداء من يونيو وصولا إلى أواخر العام الجاري؟ نعم، إذا توفرت الإرادة وتوفرت الآليات لنصل إلى الاستفتاء والانتخابات. نعتقد نحن في حزب التيار الشعبي أن حوارا أفقيا بين
مكونات المجتمع التونسي ستكون خير ضمانة وخير سند وداعم لهذه الانتخابات. استفتاء وهو الاستفتاء وهو يعني قد نقول أنه أسمى وما يعبر عن الديمقراطية. الشعب التونسي يجب أن يستفتى في نظامه السياسي، يجب أن يستفتى في قانونه الانتخابي. الشعب التونسي يريد بناء منوال تنمية جديد، منوال تنمية لا يسمح للأتراك بأن يستبيحوا اقتصاده اليوم، لأنه سيدتي الكريمة لمن لا يعلم أن السلع التركية مدعمة من تركيا تدخل إلى التراب التونسي مدعمة لتضرب الاقتصاد الوطني وتضرب المنتوج الوطني التونسي. يجب أن يتوقف كل هذا. نريد من موال تنمية جديد يعيد مقدرات الشعب التونسي إلى أصحابها. نريد نظاما سياسيا جديدا يوحد السلطة التنفيذية. نريد قانونا انتخابيا يمنع هذه المرتزقة من أن تصبح نوابا، من أن تتمكن من التشريع لتونس، لنغلق قوسا مظلما بعشر سنوات من التخريب، عشر سنوات من الإجرام، عشر سنوات من الخيانة. ولكن هم بالنهاية يشكلون فريقا أساسيا في هذا البلد، وبالتالي هل المنطق يقول بإقصائهم بهذه الطريقة؟ سيدتي الكريمة، يتعلق بهذه الجماعة قضايا، يجب أن تحسم هذا القضايا لهذه القضايا لنعلم هل هم حزب طبيعي وحزب عادي أم لا. هذه الجماعة مورطة في التسفير، هو ملف كبير، ملف التجارة بالبشر، بيع الشباب التونسي إلى المجاميع الإرهابية في سوريا وفي ليبيا. هذه الجماعة مورطة في اغتيالات سياسية، مورطة في اغتيال شكري بالعيد واغتيال محمد البراهمي. هذه الجماعة مورطة في التخابر مع الخارج، فتحت السوق التونسية للأتراك، وفتحت وأعطت كل مقدرات الشعب التونسي للبنك الدولي ولكل المنظمات المانحة والقوى الكبرى. نعم. هذه المجموعة صادرت الموقف التونسي، الموقف الوطني التونسي، وقدمته هبة للقوى الأجنبية. هذه الجماعة نعتقد أنه لا يمكن التعامل معها على أساس أنه طرف سياسي عادي يمكن التواصل والتحاور معه مهما كان الاختلاف. الخلاف ليس خلافا سياسي مع هذه المجاميع، خلاف قضائي. هذه مجموعة مجرمة تتعلق بها قضايا، تحاسب هذه الجماعة، ومن ثم يمكن أن يتحدث الشعب التونسي عن إمكانية تواصل ومواصلة عملها السياسي الطبيعي في تونس. شكرا جزيلا لك وليد العباسي، القيادي في التيار الشعبي التونسي، كنت معنا مباشرة من تونس. شكرا لك. إلى حرب أوكرانيا، حيث قرارات طرد الدبلوماسيين الروس من دول غربية ما زالت مستمرة. فبعد الولايات المتحدة اتخذت عدة دول غربية من بينها إيطاليا وفرنسا قرارات مماثلة، الأمر الذي دعا موسكو إلى التلويح بالانتقام. مع كل يوم تضرب روسيا فيه صواريخها بلا هوادة، تعلن دولة تلو الأخرى طرد الدبلوماسيين الروس إثر العملية العسكرية في أوكرانيا لأسباب عديدة كالتجسس وزعزعة الأمن، آخرها إسبانيا التي أخرجت 25 دبلوماسياً من أراضيها، وحذت بذلك حذو فرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك، لا سيما بعد العثور قبل أيام على جثث كثيرة في مدينة بوتشا الأوكرانية، ما ينذر بجرائم حرب مرتكبة. وفي مجابهة مغادرة ما مجموعه 260 دبلوماسياً روسياً من أراضي كل تلك البلدان، استشاط الغضب الروسي الذي قد يتجاوز مداه هذه المرة الرد بالمثل. فقرارات الطرد المتوالية أشعلت سخطاً مع تهديد ووعيد بصيغة الانتقام من كل الدول الغربية التي انتهجت هذه العملية باعتبارها حملة طرد وصفتها روسيا بالمخططة. Thank you.
هكذا بدت بعض الدول متكاتفة في نظرتها لروسيا. قرار طرد جماعي متدرج منذ بدء الأزمة الأوكرانية، قد تكون الولايات المتحدة أول من اتخذه. معظم أبواب السفارات موصدة في وجه الدبلوماسيين الروس. إسراء الصغير الحدث. الساعة الأولى من 19 انتهت، إليكم أبرز مواضيع الساعة الثانية. زيلينسكي يقول إن بلاده ستتحول إلى إسرائيل كبرى، وهاجس الأمن يتحدى مساعي التهدئة المرتقبة مع روسيا. ساعات حاسمة في العراق قبل فراغ دستوري حتمي، والمحكمة الاتحادية أمام تحدي جديد. أردوغان يدخل معركة التحالفات لولايته المقبلة، وقانون جديد يستهدف المعارضة. ابقوا برفقتنا. تبينت المواقف في تونس من الإجراءات الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم الأربعاء. تعتبر بعض الأطراف السياسية قرارات الرئيس سعيد خروجاً عن الشرعية. وأعتقد أننا اليوم أمام مفترق تاريخي يبرر عديد المخاوف وربما الصدمات. تعثرت ولادة الحكومة التونسية مجدداً. أعلن 113 قيادياً من نواب وأعضاء حركة النهضة استقالاتهم من الحزب. في وقت أعلنت فيه عدة أحزاب تكوين جبهة لعزل الرئيس. الإسلام السياسي يعني فكر الإخوان المسلمين لم يعد يلاقي ترحابا. هل نتحدث هنا عن انهيار حركة النهضة؟ يعود الاحتجاج مرة أخرى إلى الشارع التونسي بعد خروج تظاهرتين متعارضتين. أعتقد هناك محاولات لاستخدام الشارع والدخول به في صراعات. أدين وبشدة بأعمال الشغب التي بدأت، هذه أعمال تعتفرق ما بين الشعب التونسي الواحد. هل ستكون هذه آخر التظاهرات أم أنها ربما تصبح تظاهرات متتالية؟ واشنطن تعتقد بأن غزواً آخر واسع النطاق لأوكرانيا من جانب روسيا وشيك. الحشود العسكرية التي بلغت أكثر من 100,000 على بعد فقط 40 كيلومتراً. مطار المدينة الآن هو فارغ كما تظهر الصورة طبعاً. هذا الطريق هو الذي من خلاله يخرج المواطنين في اتجاه الغرب الأوكراني. وعود أمريكية أوروبية بفرض عقوبات قاسية على روسيا. الخارجية الروسية قالت في بيان أنها سترد بشكل قاسي على العقوبات في حال فرضها. هكذا يبدو الوضع في أحد أنفاق مترو مدينة خاركيف. هنالك محاولات مستمرة لإنزال جنود من الجيش الروسي في الضفة الشمالية. يقول أن قريبته ووالدتها يريدون الفرار من أوكرانيا. في هناك صوت قصف. علينا الذهاب ربا. مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة من قناة الحدث للتطورات الروسية الأوكرانية. كل منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر. حتى وإن كانت الظروف صعبة. سأذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. مراسلو الحدث. واصلت الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في اليمن. أين مأرب من هذه المعركة؟ طالما ولم ينتقل الجيش الوطني إلى الهجوم فلن يكون هناك نصر. خلايا حوثية هي من اندست وقامت كل هذه الأعمال من الشغب.
خلايا النائمة هذه تظهر عادة مع وجود أحداث معينة. إحنا ما نشتيش لا يسقط دولة ولا يسقط نظام ولا يرحل الرئيس، إحنا نطالب بتوفير المعيشة فقط لا غير. قدمت الحكومة اليمنية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول إعدام الحوثيين 9 أشخاص رميا بالرصاص. ميليشيا الحوثي تتأهب لتنفيذ إعدامات جماعية جديدة في صنعاء تشمل 11 شخصا من بينهم امرأتان. كيف يمكن وصف حال المرأة؟ حصل المعارك بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي حيث خسرت نحو 150 قتيلا منذ الثلاثاء الماضي. استمر الجرائم، كشف التقرير الحقوقي عن مقتل وجرح أكثر من 900 مدني. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة، تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. يبدو أن التصعيد أخذ بالاتساع. حيث نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة. هل هناك معلومات عن قتلى بين المتظاهرين؟ من يمتلك هذه التقنية ومحاولة الانقلاب هذه ممن؟ فقد تعرض منزلي إلى عدوان الجبان. السلاح المنفلت هو الخطر الرئيسي الذي يهدد إنشار أمن كثيف. هل يعني هذا أن الكاظمي دخل الآن في مرحلة الصدام مع التابعين لإيران؟ هذا يدلل على أن لا تسليم سلمي للسلطة في العراق. هو لديه مشكلة واحدة فقط، أنه هذا الرجل أوقف المشروع الإيراني في العراق. هل تملك هذه الميليشيات هذا القدر من القوة والسلطة؟ من المستفيد من إزاحة رئيس الحكومة عن المشهد القادم في العراق؟ في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً. هذه الحكومة المنتخبة هي من سوف يتجه إليها الشعب، وأما أن يدعمها أو يسقطها. هناك تجاوز للقانون بشكل صريح وواضح. هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات؟ في الشارع رغبة كبيرة في دعم كل مرشح. الحديث اليوم عن توافق متأخر جداً. هل يمكن أن نقول لكل إقليم هناك مرشح؟ الانتخابات حتى وإن جرت بشكل المخطط لها لن تكون نهاية الانقسامات ونهاية الأزمة في ليبيا. كل الحلول السابقة ساهمت في مزيد من التشظي والانقسام. هل هناك تخوف من أن يخرج السلاح الذي تم التهديد به قبل إلى هذا اليوم؟ ليبيا دائما عودتنا على المفاجآت. هل نعتبر بأن الآن المعركة الانتخابية يمكن أن نقول أنها بدأت؟
بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية. زيلينسكي يقول إن بلاده ستتحول إلى إسرائيل كبرى، هاجس الأمن يتحدى مساعي التهدئة المرتقبة مع روسيا. ساعة حاسمة في العراق قبل فراغ دستوري حتمي، والمحكمة الاتحادية أمام تحد جديد. أردوغان يدخل معركة التحالفات لولايته المقبلة، وقانون جديد يستهدف المعارضة. أحييكم من جديد. زيلينسكي في خطاب عدائي جديد ضد موسكو أمام مجلس الأمن الدولي قال إن القوات الروسية تتبع سياسة التدمير، مطالبا بمحاسبتها على الجرائم التي يتم ارتكابها في حق الشعب الأوكراني. كما انتقد الرئيس الأوكراني خلال خطاب بالفيديو أمام مجلس الأمن الضمانات التي قطعتها الأمم المتحدة على نفسها بحفظ السلام، معتبرا أن ما يحدث في بوتشا الأوكرانية دليل على فشل مجلس الأمن في تحقيق الأمن والسلام. إنهم يتبعون سياسة محددة ومنسقة، وهي سياسة التدمير، سياسة معاداة التنوع. إنهم يشنون حربا ضد كل ما هو مختلف. القوات الروسية تطلق النيران بقصد القتل وبقصد إرداء المدنيين قتلى، وفيما تغادر هذه القوات لا تترك خلفها إلا أراضي خربة وجثثا في كل الأرجاء. أين هو الأمن الذي على مجلس الأمن أن يضمنه؟ هو غير موجود. نعم، لدينا مجلس أمن بالفعل، ولكن أين السلام؟ أين هذه الضمانات التي قطعتها الأمم المتحدة على نفسها؟ نعم، هذه هي المؤسسة الرئيسية والمحورية في العالم التي يجب أن تضمن قمع أي عدوان على السلام، وها نحن نرى ما فعله الجنود الروس في مدينة بوتشا. هذا وكشف الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن قرار نزع السلاح أصبح مستبعداً. لقد نسينا عبارة التجريد من السلاح في اليوم الذي عرضوا علي فيه مغادرة كييف. قلنا لروسيا أن تنسى عبارات نزع النازية ونزع السلاح، لن نناقش حتى هذا. إن التجريد يبدو مجرد إهانة. نحن يمكن أن نوجه هذه الكلمة نحوك، وقد أظهرت بوتشا ذلك. كنا على حق. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب بمحاولة عرقلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا من خلال إثارة ما وصفها بالهستيريا بشأن بلدة بوتشا. كما شكك لافروف في الواقعة، مؤكدا أن الجيش الأوكراني هو من قام بالتصوير. Последние дни пропагандистская машина Запада и Украины работает исключительно на раздувание истерики вокруг видеоряда, который был снят украинскими, как мы понимаем, военными украинской службы безопасности в городе Буча Киевской области. Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры. Причем это сделать именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил, пусть еще не очень яркий, но все-таки свет. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إن روسيا تخطط للاستيلاء العسكري على كامل منطقة دونباس شرق أوكرانيا بهدف إنشاء ممر من روسيا إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها. In the coming weeks we expect a further Russian push in the eastern and southern Ukraine to try to take the entire Donbas and to create a land bridge to occupy Crimea.
قال وزير الدفاع الأمريكي خلال جلسة استماع لمجلس النواب إن الولايات المتحدة قدمت مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا لتمكينها من صد العدوان الروسي بحسب وصفه. بمساعدة من الكونغرس تمكننا من توفير مساعدات أمنية لأوكرانيا لتمكين الشعب الأوكراني من الدفاع عن نفسه وأرضه وحريته. ذهبت أكتوبر الماضي إلى كييف والتقيت بنظير الأوكراني والرئيس زيلينسكي. ناقشنا ترسيخ الشراكة الدفاعية وتعزيز دعمنا الأكيد للسيادة الأوكرانية في وجه العدوان الروسي، حتى من قبل العدوان الروسي غير الشرعي وغير المبرر. قدمنا لأوكرانيا أسلحة بقيمة مليار دولار، والآن نحن نقدم مليار دولار آخر بأمر من الرئيس بايدن، كما نقدم 650 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوروبا، تشمل 300 مليون دولار لمبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا، كما نساعد في التنسيق لإيصال مساعدات من دول أخرى. إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن أوكرانيا ستصبح أشبه بإسرائيل كبيرة مع تصدر الأمن قائمة الأولويات في العشر سنوات المقبلة. وقال زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام محلية إن جهود صد القوات الروسية عن ماريوبول تواجه صعوبات جمة، مضيفا أن الوضع العسكري في المدينة الساحلية التي تقع جنوب البلاد صعب للغاية. ينضم إلينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي أندري أنتيكوف، كما ينضم إلينا من كييف الدبلوماسي السابق فلاديمير شوماكوف. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك سيد فلاديمير، هل ما حدث في بوتشا ينسف المحادثات التي كان من المفترض أن تستمر بين البلدين؟ السلام عليكم، كل سنة وأنتم بخير. بصراحة أنا اليوم زرت هذه المنطقة، منطقة بوشا، لا توجد كلمات بصراحة، وهذا يشعل الوعي لأن عدد كبير من الضحايا مدينة مدمرة. هو واجه الحقيقي لنظام نازي روسي بصراحة، لأن هذا حتى روس يتهمون بأن أوكرانيا هي بلد نازية، ولكن كيف ممكن أوكرانيا هي نازية؟ أوكرانيا لم بدأت حرب مع روسيا، هي لم تهدد، هي حتى نزعت أسلحة نووية للأسف الشديد في سنة 1994. روسيا هي ضمنت على روسيا بريطانيا وأمريكا ضمنت على حماية حدود أوكرانيا، ولكن في نهاية الأمر أوكرانيا هي وحيدة في نضال ضد نظام نازي روسي في عالمنا المعاصر. حول كل هذه المفاوضات في المستقبل أنا أعتقد سوف تكون غير ناجحة، لأن الشعب الأوكراني هو يرغب انتقام لروس، ولم تكون لن تكون أي تنازلات في المستقبل، ولذلك إن شاء الله سوراً ما نحن سوف نشوف المعارك الشديدة في جنوب أوكرانيا. طيب سأعود معك إلى الشق الميداني سيد فلاديمير، تحديدا المعارك التي من المفترض أن تستأنف بقوة في الشرق الأوكراني. سيد أندري، فيما يتعلق بالصور التي ظهرت عن بوتشا، قال لافروف بأنه الجيش الأوكراني أو الجانب الأوكراني هو من صورها، ولكن بغض النظر عن الجهة التي صورت، صور الأقمار الصناعية يعني فندت الرواية الروسية التي قالت بأن الأوكرانيين هم من قاموا بهذه المجازر بعد انسحاب القوات الروسية منها، وأظهرت صور الأقمار الصناعية بأنها حدثت عندما كانت القوات الروسية لا تزال في بوتشا. يعني كيف سيبرر الجانب الروسي الآن؟ هل يمكن أن نعول على تلك الصور للأقمار الاصطناعية؟ يعني أنا شاهدت تقارير حول هذه الصور وحول شركة التي قدمت تلك الصور. التقارير تقول بأن تم تصوير الأماكن في بوتشا ليس في منتصف شهر مارس، ونحن نعلم بالأساس نحن نعلم ما الذي يحدث مع الجثة القتيل. ف
فيعني هناك كثير من التغيرات في الجثة، والجثث التي نشاهده يعني واضح تماما أنه هؤلاء الأشخاص قتلوا قبل يوم أو يومين فقط، ليس في منتصف شهر مارس. وهناك كثير من الأدلة التي تقول أن يعني لم تكن هناك جثث في يوم الانسحاب الروسي من مدينة بوتشا. وما يلفت النظر هو أن عمدة بوتشا في نفس اليوم الذي انسحب فيه القوات الروسية، عمدة بوتشا قال بأن يعني فعلا أكد انسحاب القوات الروسية، قال بأن تم تحرير هذه المدينة من القوات الروسية، ولكن لم يذكر أبدا الوجود لهؤلاء لتلك الجثث في الشوارع. ف يعني أنا أود أن أقول بأن الصور والفيديوهات مع هذه الجثث قد أظهرت فقط في يوم عندما دخلت القوات الأوكرانية، وتلك القوات الأوكرانية قد دخلت بوتشا بعد تقريبا 4 أيام منذ الانسحاب الجيش الروسي من هذه المدينة. أي أنا أقصد أن كانت هناك لدى السكان المحلي، لدى السلطات المحلية أكثر من فرصة لتصوير ولنشر تلك الصور في وسائل الإعلام، في شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن سؤال يطرح نفسه، لماذا لم يفعلوا ذلك؟ من جديد أقول بأن هذه الصور والفيديوهات قد أظهرت فقط في يوم دخول القوات الأوكرانية في مدينة بوتشا. فسؤال يطرح نفسه، من قتل هؤلاء الأشخاص؟ يعني هناك حتى تقارير من قبل مراسلين الروس الذين كانوا في بوتشا حتى يوم الانسحاب الجيش الروسي، هم يقولون بأن الجيش الروسي لم يقتل أحدا. طيب. وهناك يعني تخوفات بأن من قتل هؤلاء الأشخاص هو الجيش الأوكراني، بسبب أن يعني واضح تماما أن الجيش الأوكراني قد دخلت المدينة. طيب ما مصلحة الجيش الأوكراني أن يقتل أهلها؟ كانوا هناك الأشخاص الذين دعني أنقل هذه النقطة إلى حيث دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد فلاديمير قبل أن نتابع مع زوايا أخرى من النقاش. باختصار شديد سيد فلاديمير لو سمحت، كيف ترد على ما تفضل به السيد أونتيكوف؟ كيف ممكن أن ترد على هذا الخصاب لضيفكم من روسيا، أو كما أنا دائما أقول إلى هو، أو هو ضحية من دعاية روسية، أو هو جزء من هذا الدعاية؟ والله كيف ممكن الآن روسيا كلهم بأن أوكران قتلوا مدنيين؟ والله كيف ممكن؟ روسيا يعملون مثل هذا الجرائم في كل مكان، حتى في جنوب أوكرانيا، حتى في مدينة ماريوبل، في مدينة خرسون، تعذيب من الأوكران. والله كيف ممكن هذا؟ روسيا تتهم أوكرانيا بالنازية، ولكن روسيا هي أصلا أوحش من النازيين. سيد فلاديمير، لو ننتقل إلى نقطة أخرى فيما يتعلق بما قاله اليوم الرئيس زيلينسكي، فقط الاستفادة من الوقت، تحدث عن أن أوكرانيا يمكن أن تتحول إلى إسرائيل كبرى، ماذا يعني ذلك؟ والله بصفة عامة أوكرانيا صورا ما هي سوف تكون في نظام الدفاع مثل إسرائيل. نعم، نحن طلبنا أيضا من إسرائيل بعض الأسلحة وحتى التجربة في مستقبل مع روسيا، لأن من الممكن سوف تكون عندنا حرب طويلة مع روسيا. ولكن أريد أن أقول بأن لن تكون بعد بوتشا أي تنازلات في مفاوضات مع روسيا. يعني كيف ممكن أي مفاوضة مع القاتل؟ وحول ضمانات، أنا كمان سمعت أن ضمانات من أمم المتحدة من الناتو، الآن لا توجد أي ثقة لأمم المتحدة ومن الناتو، وأخيرا استيقظ وحتى خرج من غيبوبة ناتو، وسوف تقدم في أقرب الوقت الأسلحة لأوكرانيا. وحول الأمم المتحدة، فكان حق مع معمر القذافي عندما هو مزق ميثاق هذه المنظمة مع كلمات بأن لا توجد أي فائدة من هذه المنظمة. شكرا. طيب سيد أندري، روسيا بحسب يانس ستولتنبرغ تخطط للسيطرة على دونباس لكي يكون لها ممر إلى شبه جزيرة القرم التي استولت عليها عام 2014.
هل المجريات اليوم على الأرض تدل بأن روسيا انكفأت عن الشمال ووسط أوكرانيا وستكتفي فقط بالعمليات العسكرية المركزة على حدودها في الشرق والجنوب؟ نحن بصراحة لا نعلم ما الذي تخططه وزارة الدفاع الروسية، ويعني قد تكون هناك النوايا أوسع من فقط منطقة دونباس، ولكن بطبيعة الحال هي المعلومات سرية. أما بالنسبة لتصريحات المسؤولين الغربيين بأن روسيا تسعى لبناء الممر، يعني جزئيا هذا صحيح، ولكن لا ننسى أن هناك ممر، هناك جسر من الأراضي الروسية إلى شبه جزيرة القرم، وبني هذا الجسر حتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية، وهناك جسر الذي يربط، وهناك طريق للسيارات، وأيضا سكك الحديدية للقطارات. فلذلك هناك تواصل مستمر بين روسيا وشبه جزيرة القرم، وكان هذا التواصل قبل بدء العملية العسكرية. أي لا توجد هناك حاجة حيوية لبناء مثل هذا الممر البري بين موسكو مثلا والقرم كجزء من الأراضي الروسية. هذا الممر موجود. أما بالنسبة لي بس أود أن أعلق على تصريحات لزيلينسكي، هو يعلم تماما، لنكون صالحين، أن أمريكا والدول الغربية بشكل عام تعتبر إسرائيل كدولة الحضارة ودول المحيطة كدولة الوحشية. فلذلك زيلينسكي يقول بأن أوكرانيا قد تتحول إلى الإسرائيل الجديدة، فستكون محاطة من قبل الدول الوحشية مثل بيلاروسيا مثل روسيا. هذا ما يقصده زيلينسكي، وعلى الدول العربية يجب أن تدرك ذلك تماما، والشعب العربي يجب أن يدرك ذلك تماما. زيلينسكي ودول الغربية ومن مع زيلينسكي يعتبرون روسيا ودول العربية وغيرها من الدول كدول الوحشية. هذه هي النازية التي يعني تقاتل ضده روسيا. هذا شيء واضح تماما. سيد فلاديمير، هل توافق على هذه القراءة للسيد أندري فيما يتعلق بتصريحات زيلينسكي؟ ممكن إسرائيل ويهود نازيين، هذا بالعكس، جانب روسيا نازيين، حتى أوحش من نازيين. أنا كما أردت أن أقول بأن أحيانا يذكرني جيش روسي منظمة كرواتية لأستاشا، هي عرفت بإعدام وحشية وسادية أوحش من النازيين. ها هو وجه حقيقي لروس، هذا تحويل الحقيقة وتنافر الحقيقة. أيضا ثاني واحد، أكيد أوكرانيا هي ترغب أن تعمل نظام الدفاع مثل إسرائيل، وهو أحسن واحد في العالم، ولكن في آن واحد عند أوكرانيا علاقات متينة وممتازة مع أغلبية الدول العربية، وأنا كان مندوب جامعة الدول العربية في أوكرانيا، أنا أعرف هذا أحسن من أي حد في أوكرانيا. ولذلك هذا دعاية كبيرة من جانب روسي، هذا شيء عادي. بالمناسبة أنا أتذكر سنة 2014 عندما قوات روسية ضربت بصاروخ طائرة مدنية من ماليزيا، نفس الشيء كانت دعاية روسية كبيرة، حتى روس قالت روسيا بأنها لم تضرب هذه طائرة، وجثث كانت غير حقيقية أو جثث قديمة ومن كارثة أخرى. هذا دعاية روسية وعندها حكاية طويلة تراث من الاتحاد السوفيتي. بالمناسبة عندما سيد أنتيكوف، أيضا من يعني النقاط اللافتة في تصريح زيلينسكي القول بأننا تخلينا عن فكرة أن نكون مجردين ومنزوعي السلاح. الجانب الروسي كيف يقرأ هذا التغير بالموقف الأوكراني؟ لا يوجد شيء جديد في هذا الموقف. نحن نشاهد تغيرات متماسكة مستمرة في الموقف الأوكراني.
يوم زيلينسكي يقول شيء، يوم ثاني الوفد المفاوض يقول شيء مختلف تماما، يوم ثالث زيلينسكي يتراجع عن ما يقوله الوفد الأوكراني المفاوض. فيعني أنا بصراحة قد سمعت تصريحات لوزير الخارجية لافروف سيرجي لافروف المتفائلة بشكل أو بآخر تجاه المفاوضات، ولكن أنا شخصيا أرى، أنا لست دبلوماسيا ويمكن أن أقول بكل حرية، أنا شخصيا أرى أن هناك تعويل روسي قبل كل شيء على ساحة القتال، وواضح تماما أن هناك اقتراب لمعركة الدونباس الكبرى، وهناك انتقال حاليا لكل من قوات الروسية لتلك المنطقة وأيضا للقوات الأوكرانية لتلك المنطقة، ونحن في الأيام القادمة سنشاهد المعارك عنيفة وواسع نطاق في تلك المنطقة، وهذه المعركة ستشكل الواقع الجديد حتى بما في ذلك على طاولة المفاوضات. وقد يكون الموقف الأوكراني بعد تلك المعركة أكثر المرونة وأكثر أكثر منطقية، فهذا ما نتوقع من قبل الجانب الأوكراني. فلذلك شكرا يعني جزيلا هذا لك. هذا تشويش في تصريحات الجانب الأوكراني لا يمكن أن نعول حقيقة على المفاوضات. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكوف، كنت معنا من موسكو. كما أشكر أيضا الدبلوماسي السابق فلاديمير شوماكوف، حدثنا من كييف. شكرا جزيلا لكم. وسط الجدل الدولي المستمر بشأن ما جرى في مدينة بوتشا بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، زار موفد الحدث موقع إحدى المقابر الجماعية التي تضم عشرات الجثث. تقول السلطات الأوكرانية إنها لمدنيين قتلتهم القوات الروسية بشكل جماعي قبل انسحابها من المدينة، وهي التهم التي تنفيها السلطات الروسية وتتهم أوكرانيا بتزييف الفيديوهات. في بوتشا هل بالفعل ارتكبت مجزرة في هذا المكان، وهل بالفعل هنالك مقبرة جماعية إلى جانب هذه الكنيسة، كنيسة بوتشا؟ هذا الفيديو سيظهر لكم حقيقة الأمر، بالفعل هنالك مقبرة جماعية في هذا المكان، عشرات الجثث تحت هذه في هذه المقبرة الجماعية، هذا النفق بعضها ظاهر وبعضها تحت التراب، بعض الجثث وضعت في أكياس بلاستيكية سوداء وبعض الآخر تحت التراب. هذه أياد ظاهرة هناك، وطبعا الحديث عن عدد غير معلوم حتى هذه اللحظة. ما يحدث هنا أن هذه الجثامين ترفع وتنقل إلى هذه المقبرة لدفنها تدريجيا بعد التأكد من هوياتهم وإلى من تعود هذه الجثامين. لقناتي العربية والحدث، عمار الهندي من جانب مقبرة جماعية بوتشا. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا، على خلفية أزمة انتخابات الرئيس، هل تلجأ المحكمة الاتحادية في العراق إلى سحب الشرعية من البرلمان؟ تباينت المواقف في تونس من الإجراءات الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم الأربعاء. تعتبر بعض الأطراف السياسية قرارات الرئيس سعيد خروجاً عن الشرعية، وأعتقد أننا اليوم أمام مفترق تاريخي يبرر عديد المخاوف وربما الصدمات. تعثرت ولادة الحكومة التونسية مجدداً. أعلن 113 قيادياً من نواب وأعضاء حركة النهضة استقالاتهم من الحزب، في وقت أعلنت فيه عدة أحزاب تكوين جبهة لعزل الرئيس. الإسلام السياسي يعني فكر الإخوان المسلمين لم يعد يلاقي ترحابا. هل نتحدث هنا عن انهيار حركة النهضة؟ يعود الاحتجاج مرة أخرى إلى الشارع التونسي بعد خروج تظاهرتين متعارضتين. أعتقد هناك محاولات لاستخدام الشارع والدخول به في صراعات. أدين وبشدة بأعمال الشغب التي بدأت، هذه أعمال تاع تفرقة ما بين الشعب التونسي الواحد. هل ستكون هذه آخر التظاهرات أم أنها ربما تصبح تظاهرات متتالية؟ هي طفولة
لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أحييكم من جديد. يستيقظ العراقيون غدا الأربعاء على دخول بلدهم في فراغ دستوري بعدما عجز البرلمان منذ أول جلسة له في 9 فبراير عن انتخاب رئيس للجمهورية. بطبيعة الحال يتنافس على منصب الرئيس 40 مرشحا، ويدخل أقليم كردستان بمرشحين اثنين، هما مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس برهم صالح ومرشح الحزب الديمقراطي ريبر أحمد، ما يوحي بوجود خلاف بين الحزبين. فما هي أسباب ذاك التجاذب السياسي بين المكونين الكرديين؟ كما بات معروفا فإن المناصب في بغداد وأقليم كردستان تقسم بين الحزبين الكرديين. يتولى الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني مناصب أقليم كردستان، بينما يتولى مرشح من الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية في بغداد. ومنذ وفاة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني عام 2013 وتولي الرئيس الأسبق فؤاد معصوم وهو من الاتحاد الوطني منصب رئيس الجمهورية، دب الخلاف بين الحزبين خلال الدورة البرلمانية عام 2018. وبينما لم يتوصل الحزبان إلى اتفاق، فقد دخلا بمرشحين اثنين، هما الرئيس برهم صالح عن الاتحاد الوطني ووزير الخارجية فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي، حيث كان الفوز من نصيب صالح. وطيلة السنوات الأربع الماضية لم يتمكن الحزبان الكرديان من تسوية المشكلات الخاصة بينهما سواء داخل الأقليم أو في بغداد، الأمر الذي انعكس عليهما خلال هذه الدورة البرلمانية التي أصر فيها زعيم التيار الصدري على تشكيل حكومة أغلبية وطنية. ورغم أن الصدر تمكن من اجتذاب تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، فإنهم لا يملكون أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب رئيس للجمهورية رغم امتلاكهم أغلبية داخل البرلمان. المحكمة الاتحادية العليا في العراق كانت قد أفتت باستمرار الرئيس الحالي برهم صالح في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وطيلة الجلسات الثلاث لم يتمكن أي من التحالفين المتصارعين، تحالف إنقاذ وطن وتحالف الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، من تأمين النصاب القانوني لتمرير مرشح كل منهما. لكن المشكلة التي بات يدركها الجميع هي انتهاء المهلة الدستورية غدا وما قد يترتب عليه من مخالفة صريحة للدستور. أمام كل هذا تتجه الأنظار باتجاه المحكمة الاتحادية التي ستكون مطالبة باتخاذ القرار المناسب الذي قد يصل إلى سحب الشرعية من البرلمان في حال فشل في انتخاب رئيس جديد للعراق. من أربيل ينضم إلينا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خشناو. أهلا بك سيد محمود، برأيكم ما القرار الذي ستلجأ إليه المحكمة الاتحادية العليا غدا؟ تحية لك ولمشاهدي الحدث. يبدو للجميع بأن العراق يعاني من مرحلة حساسة جدا، وعلى الجميع رص الصفوف والركون للحكمة والعقلانية في التعامل مع الملفات وبالتحديد الاصطفاف السياسي. لربما الاصطفافات السياسية الحالية والسابقة لم تتأقلم مع النصوص الدستورية الأخيرة التي ذكرتيها في بداية الكلام، بأن هناك قرار من المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح، وأيضا قرار آخر بأن نصاب الدستوري والقانون لانتخاب رئيس الجمهورية والثلثين. لذلك كلا الاصطفافين لم يستطيع أن يحقق هذا الشيء، والاصطفاف الأخير الذي هو الثلث الضامن كان واضحا بأنه بغيابه
وبعدم حضوره في المعادلة السياسية في كيفية إدارة الحكم في العراق لا يستطيعون أي طرف من الأطراف الأخرى أن يحققون نصاب الثلثين انتخاب الرئيس. نعود إلى التوازنات السياسية. صراحة الفراغ الدستوري، قبل أن أدخل إلى التوازنات السياسية، الفراغ الدستوري لربما في العراق لا يوجد شيء اسمه فراغ دستوري، باعتبار المحكمة الاتحادية فسرت المادة 72 للدستور بأن رئيس الجمهورية باقي في ممارسة عمله كرئيس لجمهورية العراق لحين انتخاب رئيس جمهورية آخر، لذلك هذا رئيس. ولكن ألم تحدد موعد غد يعني كموعد أقصى لذلك؟ يعني هي مددت فترة الرئيس الحالي ولكن للغد. لا أبدا، رئيس الجمهورية لحين انتخاب الرئيس، ليس لحين قضية يوم غد متعلقة بفتح باب الترشيح. في المرحلة السابقة كانت هناك يعني المدد مفتوحة أمام هيئة الرئاسة بفتح لعدة مرات، وعندما قامت المحكمة الاتحادية برد هيئة الرئاسة لباب الترشيح ووصفها بأنها غير دستورية، أعطت الصلاحية بأن يذهب مجلس النواب العراقي بقرار تشريعي إلى فتح باب الترشيح وانتخاب الرئيس لمدة وجيزة ولمدة زمنية حسب القانون رقم 8 لسنة 2012 وحسب المادة 72، بأن مدة انتخاب الرئيس هي ليست بعد قرار المحكمة الاتحادية، وإنما نص صريح في المادة في القانون رقم 8 لسنة 2012 يقول بأن يجب انتخاب الرئيس، يعني يفتح باب الترشيح بعد 3 أيام من انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه. إذا تجاوزنا في الفترة الأولى وفي المرحلة الأولى هذه المدة، تم فتح باب الترشيح من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب العراق وردت من قبل المحكمة الاتحادية بأنها غير دستورية، وقامت المحكمة الاتحادية بإعطاء مجلس النواب العراقي كاملة كقرار تشريعي وفق المادة 59 من الدستور أن يذهب إلى قرار تشريعي بفتح باب الترشيح. لذلك يوم 6 نيسان يوم غد ينتهي المدة التي تتعلق بفتح باب الترشيح وليس بقضية انتخاب الرئيس أو مهلة مزاولة الرئيس لمنصب رئيس الجمهورية. لذلك قضية الفراغ الدستوري في العراق مستبعد وفق يعني زخم كبير من القانونيين المختصين بالقانون الدستوري. أما ما ندخل إليه، نعم ندخل إلى فراغ سياسي، نعم، ولكن وليس هذه أيضا يعني لم تكن ربما مقاربة موفقة من قبل المحكمة الاتحادية، لأنه بالتالي يمكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه لأشهر وأشهر. يعني صراحة هو الحكمة أن ندخل إلى باب يضمن الاستقرار السياسي، ندخل إلى اصطفاف يضمن السلم والأمن المجتمعي، نذهب إلى خطوات أكثر إيجابية تتأقلم وتتناغم مع الواقع الاجتماعي السياسي للدولة العراقية، هو أفضل من أن ندخل إلى اصطفاف سياسي لربما يعقد المشهد، يؤثر على الاستقرار السياسي، يؤثر على السلم المجتمعي. لذلك الاستعجال والتسرع في قضية الذهاب باصطفاف معين لربما يؤثر على الاستقرار السياسي. لذلك المحكمة الاتحادية باعتبارها ضمانة دستورية للدولة العراقية للعملية السياسية، وهو يعتبر يعني أحد المؤسسات الدستورية التي تضمن سير العملية السياسية وضمان الاستقرار السياسي. لذلك عندما فسرت المادة 70 بنصاب الثلثين وردت هيئة الرئاسة مجلس النواب العراقي بفتح باب الترشيح وفتح وأعطت قرار بقرار صلاحية مجلس النواب العراقي بفتح باب الترشيح لمرة ثانية ولمدة 30 يوم لمرة واحدة أيضا هي ضمانة، وعندما فسرت المادة 72 حسب طلب فخامة الرئيس برهم صالح لمزاولة مهامه كرئيس جمهورية أيضا هذه ضمانة. لذلك الأهم هو العودة إلى التوازنات السياسية كما أسلفت في البداية. هذه التوازنات تضمن أن تنفيذ النصوص الدستورية بتوقيتاتها. طيب. مهما كانت النصوص الدستورية، هل هناك أي كانت قرارات المحكمة الاتحادية، هل هناك أي خارق من قبل الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بمعنى إمكانية الاتفاق على مرشح لتجنب الوقوع في المتاهة التي يعني وقع الحزبان فيها في السابق؟ يعني صراحة منصب رئيس الجمهورية ليس متعلقا بالعلاقة بين الاتحاد والديمقراطي فحسب، وإنما يمتد إلى نوعية العلاقة بين الإطار والتيار، ويمتد أبعد إلى نوعية الاصطفاف السياسي في الدولة العراقية بالتحديد بين طرفي المعادلة، الإطار التحالف الثلاثي والثلث الضامن. لذلك قضية الاتحاد والديمقراطي، إذا نبدأ بين الاتحاد والديمقراطي، صراحة المنصب موزع الصلاحيات والمناصب موزعة مناصفة بين الاتحاد والديمقراطي وفق تفاهمات وفق اتفاقيات على أساسها نتج التوازن السياسي بين الطرفين أن يكون رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس إقليم كردستان للحزب الديمقراطي الكردستاني. أضف إلى ذلك بأن إذا حتى ابتعدنا عن هذا الشيء
إذا نعود إلى الشروط القانونية والدستورية والمؤهلات الوطنية التي يتمتع بها الرئيس برهم صالح لربما يفتقر إليها المرشح الآخر من الحزب الديمقراطي الكردستاني. لذلك نحن نعتقد في الاتحاد الوطني بأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون بعيدا عن هذه الاصطفافات السياسية، باعتبار عندما ذهب المشرع إلى وضع نصاب الثلثين رهن انتخاب الرئيس بالفضاء الوطني. لذلك مرشح الاتحاد الرئيس برهم صالح نعتقد ويعتقدون الآخرون جميعا وحتى المتابعين وفوج من الإعلاميين والمراقبين السياسيين يعتقدون بأن السيد برهم صالح مؤهلاته الوطنية في الفضاء الوطني هو الأقرب والأوفر حظا لهذا المنصب. الوطني الكردستاني محمود خشنا، وكنت معنا مباشرة من أربيل، شكرا لك. من بغداد ينضم إلينا المحلل السياسي حمزة مصطفى. أهلا بك سيد مصطفى إلى 19. ما المنتظر أن تقوم به المحكمة الاتحادية العليا غدا مع انقضاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية؟ نعم، شكرا جزيلا. المحكمة الاتحادية في العادة لا تقوم بعمل إلا إذا قدمت أمامها أو قيمت أمامها دعوة قضائية، وسبق للمحكمة الاتحادية خلال هذه الفترة الماضية أن أقيمت أمامها أكثر من دعوة قضائية واتخذت قرارات، وهي قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات بموجب الدستور العراقي. كان آخر قرار اتخذته المحكمة الاتحادية هو الآن الموضوع جدل بين الأوساط السياسية والقانونية، حتى هو موضوع الفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. كان البرلمان بعد أن يقصي المرشح السابق السيد هوشار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني من الترشح لأسباب في وقتها أيضا قررتها المحكمة الاتحادية، أصبح الحزب الديمقراطي بدون مرشح منافس. فلجأ البرلمان إلى فتح باب الترشح، أقام أحد النواب دعوة قضائية من المحكمة الاتحادية فأسقط هذا الموضوع. ولكن المحكمة الاتحادية فتحت باب آخر عندما قالت أن باب الترشح للمنصب من قبل رئاسة البرلمان غير صحيح، إنما يجب أن يكون من قبل البرلمان بتصويت كامل من قبل أعضاء البرلمان ولمرة واحدة ولفترة وجيزة. لمرة واحدة بمعنى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن فتح باب الترشح، ولكن الفترة الوجيزة هي المختلف عليها الآن. الكثير من القانونيين والسياسيين يقولون أنه طالما المحكمة الاتحادية اتخذت قرارها في 6 آذار الماضي فالفترة الوجيزة تنتهي غدا في 6 نيسان. ولكن في ضوء وفي سياق الجدل العراقي المستمر لدينا أكثر من إشكالية مركبة. يعني موقف رئيس الجمهورية الحالي الدكتور برهم صالح موقف سليم عندما سأل المحكمة الاتحادية أو استفسر من المحكمة الاتحادية فإذا في مصير منصبه أمام هذه الخروقات الدستورية. صحيح إحنا قد لا نكون في فراغ دستوري، لكننا أمام خرق دستوري واضح وصريح، لا يمكن لأحد أن يبرر هذا الخرق الدستوري. المحكمة الاتحادية أفتت بجواز استمرار رئيس الجمهورية إلى أن ينتخب رئيس جمهورية جديد. المشكلة ليس من دون تحديد مهلة سيد مصطفى الذي لم يتمكن، يعني في حال استغرق مثلا في حال استغرقت قضية انتخاب رئيس جديد أشهر، هل يعني يبقى هذا القرار ساري المفعول؟ يعني لم تحدد مهلة غدا؟ لا، هي لم تحدد مهلة غدا، إلا إذا تقدم غدا أو بعد غد أحد النواب أو قانونيين أو حتى مواطن عادي يتقدم إلى المحكمة الاتحادية ويقول أنك يا محكمة اتحادية قلت للبرلمان أن عليكم انتخاب رئيس الجمهورية خلال فترة وجيزة. هذه الفترة وجيزة كيف نحسبها؟ شهر، شهرين، أكثر، أقل؟ هذه يعني كل التفسيرات تقول أن الفترة الوجيزة لا يمكن أن تستغرق أكثر من شهر. ولذلك الآن الجميع محرج أمام هذه القضية وأمام ما يسمى الآن بالانسداد السياسي، لأنه لا يمكن أن تستمر الحكومة حكومة تصريف أعمال، لأن الآن المشاريع معطلة كثير، الموازنة لا يمكن أن تقدم إلى البرلمان، نحن دخلنا الشهر الرابع، لا يمكن أن تقدم إلى البرلمان لأن الحكومة تصريف أعمال لا تستطيع تقديم الموازنة، وهذا القانون الموازنة هو أهم قانون حسب الدستور، وهذا طبعا سيربك عمل الكثير من الأمور. كذلك حتى بافتراض أنه إذا افترضنا أن المدد الدستورية تم تجاوزها كلها، فالخيارات المطروحة مثلا حل البرلمان، كيف نحل البرلمان؟ هل هذا وارد سيد مصطفى؟ يعني نعم، قضية حل البرلمان هل هي أصلا مطروحة أم تعتقد بأنها ستعقد الأمور أكثر؟
لا مو هي احنا عندنا المشاكل للاسف يعني متراكمه، يعني حل البرلمان يتم بطرق معروفه، رئيس الوزراء يقدم طلب الى رئيس ويوافق رئيس الجمهوريه ممكن حل البرلمان، ولكن احنا ما عندنا رئيس وزراء كامل الصلاحيه، عندنا رئيس وزراء تصريف اعمال، فليس من حقه لا تقديم طلب لحل البرلمان حتى يوافق رئيس الجمهوريه اللي هو كامل الصلاحيات، ولا يستطيع أن مجلس الوزراء أن يقدم الموازنة لأنه تصريف أعمال. البرلمان يحل بطريقة واحدة وطريقة أخرى مختلف عليها. الطريقة الواحدة هي أن يحل البرلمان نفسه، وهذا مستبعد لأنه لا يمكن للبرلمانيين النواب اللي خسروا قسم منهم ملايين الدولارات حتى يصيرون نواب ممكن أن يحلوا أنفسهم بهذه الطريقة. الطريقة الأخرى اللي هي الآن ممكن تكون يعني محل جدل وإن كانت هو قرار من المحكمة الاتحادية تبطل نتائج الانتخابات باعتبار البرلمان لم ينجح في انتخاب رئيس الجمهورية وهي من أولى مهماته بعد انتخاب رئيس البرلمان. رئيس البرلمان انتخب في السابع أو السادس من شهر شباط، وبالتالي كان الجلسة الثانية هي انتخاب رئيس الجمهورية، والآن احنا في الشهر الرابع ولم ينتخب إلا إذا المحكمة الاتحادية لجت إلى هذا القرار. عند ذاك ممكن شكراً جزيلاً أن تذهب البلاد إلى 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 انتخابات مبكرة. كنت معنا مباشرة من بغداد، شكراً لك. إلى تركيا الآن، حيث يبدو أن أردوغان بدأ معركة الانتخابات المقبلة بتضييق جديد على معارضته. فمع تراجع شعبية حزب الحرية والعدالة في تركيا والمخاوف من تزايد الحضور السياسي للمعارضة في ظل الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي تعاني منه البلاد، أقر البرلمان التركي تعديلا على قانون الانتخابات، وذلك بتخفيض نسبة الأصوات التي يحتاجها الحزب لدخول البرلمان من 10% إلى 7% بحسب موقع The Monitor. اعتبر الموقع أن التعديلات الجديدة في قانون الانتخابات تستهدف تقسيم الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، موضحا أن الأصوات المدلى بها للأحزاب التي لا تتجاوز الحد الأدنى ستوزع على الأحزاب الأخرى وفقا لحصتها في الاقتراع في دوائر انتخابية محددة. واعتبر الموقع أن المستفيد من قانون العتبة الجديد الذي أقره البرلمان الخميس الماضي هو حزب الحركة القومية الذي يدعم حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن حزب الحركة القومية شهد تراجعا في شعبيته بعد انشقاق عدد من أفراده وتشكيل الحزب الصالح. ولفت التقرير إلى أن الحزبين الحرية والعدالة والحركة القومية شكلا تحالفا تحت ما يسمى تحالف الشعب قبل 4 سنوات، ويشغلان حاليا 333 مقعدا في البرلمان المؤلف من 600 مقعد. ويرى محللون أن الهدف الرئيسي للقانون الجديد هو تقييد خيارات الحزبين المنفصلين عن حزب العدالة والتنمية، حزب المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو وحزب الديمقراطية والتقدم الذي أسسه علي باباجان. وأوضح بيرك إسن الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة سباجني أن خطة أردوغان هي دفع الأحزاب إلى تحالف انتخابي، ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في غضون عام تقريبا، كما ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في يونيو 2023. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول المحلل السياسي جواد جوك. أهلا بك سيد جواد إلى 19. بداية، هل فعلا هذا القانون يعني أول ما يؤثر على الأحزاب المناوئة لأردوغان ويساهم في إمكانية وصولها إلى البرلمان، في تقليص إمكانية وصولها؟ تحية لك ولمشاهدينا الكرام. طبعا الحكومات عندما يرون أنهم سوف يخسرون في الانتخابات القادمة يبدأون بالتلاعب مع قوانين الانتخابات، فلا شك هناك خوف في الحكومة التركية أنهم سوف يخسرون، ولهذا السبب بدأوا بهذه التعديلات. نعم، الأحزاب الصغيرة الموجودة في
تحالف الأمة، يعني المعارضة. أردوغان بهذه الخطوات يريد أن يمانع عن دخولهم إلى البرلمان، لكن هؤلاء سوف يدخلون إلى الانتخابات من قائمة الأحزاب المعارضة الكبرى مثل حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير، وهؤلاء سوف يرشحون مرشحيهم من النواب في البرلمان عبر هذه الأحزاب الكبيرة. طبعا تعديلات، يعني رأينا مثلا حزب الحركة القومية الحليف لأردوغان، هؤلاء ممكن أصواتهم أقل من 7%، يعني أصلا لا يقدرون يدخلون إلى البرلمان. بصراحة تراجع شعبيتهم واضح جدا هنا. وأيضا عندما صار حد النساب 7%، فحزب الشعوب الديمقراطية الكردية بالسهولة سوف يقدر أن يدخل إلى البرلمان، وهم في من الأحزاب المعارضة المعروفة في تركيا. يعني مهما تسعى طب هل يعقل بأنه الرئيس التركي يعني لم ينتبه إلى أن هذه التعديلات تترك ثغرات يمكن من خلالها أو يمكن أن تلتف عليها الأحزاب المعارضة الصغيرة؟ لا، هم بالنتيجة يعني الرئيس أردوغان بصراحة لو يفهم أنه سوف ينتصر في نفس اللحظة هو سيعلن الانتخابات، لكن يعرف أنه الخسارة قادمة بصراحة. مهما يسعون لتعديل الدستور أو الهروب من الانتخابات المبكرة، الشعب مستعدين، يعني ولو أن الأحزاب المعارضة ليسوا مستعدين بشكل كامل، لكن المواطن التركي مستعد للانتصار في الانتخابات القادمة ولتغيير الحكومة، لا محالة من ذلك بصراحة. يعني هل تتحدث سيد جواد عن خسارة لبعض المقاعد أم خروج حزب العدالة والتنمية بالمطلق من المشهد؟ طبعا الانتخابات الرئاسية هؤلاء بحاجة إلى 51%، ولا يقدرون أبدا، وهم يعرفون ذلك. حتى في هذه القضية ممكن يقومون بتعديل الدستور، لكن عندما يكون التضخم المعلن هنا رسميا 61%، التضخم في المواد الغذائية 99%، التضخم في المواصلات 77%، يعني هذه الأرقام أيضا صغروها، يعني التضخم الحقيقي أكثر من ذلك بسبب غلاء الأسعار والمفاجئ وتضخم. بصراحة الشعب التركي مقررين ومصممين، قرروا أن ينتصرون في الانتخابات القادمة وأن يرون وجوه جديدة، أنفاس جديدة وأحزاب جديدة في البرلمان، وأيضا سوف يأتون برئيس الجمهور الجديد في تركيا. هل المعارضة تقدم وجوها جديدة مقنعة؟ لأنه يعني هذه القضايا التي ذكرتها حضرتك لم تطرأ، هي موجودة ولكن طبعا ليس بهذه النسب الكبيرة إلى هذا الحد. وبالسابق كان دائما يقال بأن المشكلة صحيح بأن الشعب معترض على سياسة حزب العدالة والتنمية، ولكن المعارضة ليست موحدة، لا تطرح برنامجا واضحا ولا تقدم وجوه بديلة. هل عولجت كل هذه الملفات؟ لم يعالجوا بعد، لكن في الانتخابات البلدية الأخيرة المحلية رأينا أن الأحزاب المعارضة توحدوا وقدموا وجوه جديدة مثل أكرم إمام أغلو في إسطنبول ومنصور يواش في أنقرة. الآن بصراحة عبر قناتكم الكريمة رئيس بلدية أنقرة منصور يواش هو الأول، عنده محبوبية كثيرة جدا وكبيرة عند الشعب التركي بشكل عام، وخدماته جيدة جدا في أنقرة، هو المرغوب عند الشعب. طبعا الأحزاب المعارضة الستة سوف يقدمون مرشح واحد بصراحة، سوف يشكلون تحالف لأن يعرفون أنهم سوف ينتصرون على الحزب الحاكم بمرشح واحد، وهم ولا بد، لأنه أتباع هؤلاء الأحزاب
يضغطون على الرؤساء أن يقدمون مرشح واحد تجاه أردوغان بصراحة. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي جواد جوك، كنت معنا مباشرة من اسطنبول، شكرا لك. مع اقتراب موعد الانتخابات الفرنسية، تظهر استطلاعات الرأي في فرنسا المرشحين الأوفر حظا للفوز بالرئاسة وتثير الكثير من الجدل السياسي. الزميل ليث بزاري يسلط الضوء على آخر الاستفتاءات التي تسبق يوم التصويت للجولة الأولى وهو يوم الأحد المقبل. وفقا لآخر استطلاع للرأي أجراه معهد إلاب الفرنسي ونشر مؤخرا، حصل الرئيس إيمانويل ماكرون المنتهي ولايته على 28.5% من نوايا التصويت في الجولة الأولى، والفجوة تضيق بينه وبين مارين لوبين مرشحة أقصى اليمين التي يقدر الاستطلاع نفسه أنها ستحصل على 22% من نوايا التصويت. أما في المركز الثالث فيحل جون لوك ميلانشون عند 15% من الاستطلاعات، متقدما على المرشح اليمين المتطرف إريك زيمور الذي حصل على 9.5% وفاليري بيكريس مرشحة اليمين الديغولي 8.5% في الجولة الثانية. يبقى السيناريو الأكثر ترجيحا هو مبارزة جديدة بين ماكرون ولوبين، في هذه الحالة يحصل ماكرون على 53% من الأصوات مقابل 47% لمرشحة التجمع الوطني، متقدما بوضوح على منافسيهما في الجولة الأولى. انتقد بعض المراقبين نزوع استطلاع الرأي إلى توجيه الناخبين لأنها تضاعفت في الأسابيع الأخيرة مع نتائج متناقضة أحيانا، ومع دعوة المرشحين لناخبيهم إلى التوجه لصناديق الاقتراع لتحديد من سيكون سيد قصر الإليزي للسنوات الخمس المقبلة. ليث بزاري، الحدث، باريس. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز عناوينها. زيلينسكي يقول إن بلاده ستتحول إلى إسرائيل كبرى، هاجس الأمن يتحدى مساعي التهدئة المرتقبة مع روسيا. ساعات حاسمة في العراق قبل فراغ دستوري حتمي، والمحكمة الاتحادية أمام تحد جديد. أردوغان يدخل معركة التحالفات لولايته المقبلة، وقانون جديد يستهدف المعارضة. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام ساعتي 19، ألقاكم غدا في نفس الموعد، والآن الزميل سعد الدين حسن يتابع معكم كل هذه الملفات وكل ما قد يحدث. إلى اللقاء.